منذ صعوده لدور الأضواء موسم 2006-2007 كثاني فرق قطاع البترول في المسابقة بعد شقيقه إمبي، قدم فريق بتروجيت أداء هجوميا خطف الأنظار وأكد أنه أحد الأرقام الصعبة في الكرة المصرية. تأسس بتروجيت عام 1980 وترقى في الدرجات المختلفة حتى تمكن من بلوغ الدور الممتاز موسم 2005-2006 مع الترسانة بعد أن تصدر سوبر الترقي. في موسمه الأول مع الكبار أنهى الفريق البترول البطولة في المركز السابع برصيد 40 نقطة، ثم تقدم للمركز الخامس في الموسم التالي برصيد 46 نقطة قبل أن يحقق أفضل مركز له موسم 2008-2009 عندما حل ثالثا بعد الأهلي والإسماعيلي برصيد 51 نقطة، قبل أن يتراجع في الموسم التالي للمركز الخامس ثم العاشر في موسم 2010-2011. وطوال مسيرته مع الكبار لعب للفريق العديد من النجوم، بداية من حارس المرمى المخضرم أحمد فوزي وحتى المهاجم الدولي مروان محسن، أحد لاعبي المنتخبين الأولمبي والأول في السنوات الماضية، بالإضافة للعديد من الأسماء الأخرى كالشقيقين الغانيين كوفي وإريك بيكوي ونجم الوسط البوركيني محمد كوفي وأسامة محمد وأحمد شعبان ونجم الأهلي الحاليين السيد حمدي ووليد سليمان والهداف علاء إبراهيم الذي اعتلى صدارة هداف الدوري موسم 2007-2008 برصيد 15 هدف.